شوفوا هذا العام تفوتوا هنايا الباك هنا في السطح، واللي ما يجيبش الباك ما نحتاجوش هنا في جران قسطو، فهمتوا؟ كاين بزاف اللي يربحوا الباك هذا العام بتكوبياج. محمد شوف انا عندي الباك، عندي لا ليسونس في جورناليزم، عندي الماستر، عندي حتى الترافيك، ما نجوزش. انت ديت الباك في عام السين والعين، هنايا الباك دوكا في الاكس والايكغ. اسمعني اسمعني كفاس خويا، انا خاطيني الباك، انا حبس خرايصه في لونطو. شوف اذا ما جبتش الباك انا ما نحتاجكش هنايا، فهمتني؟ شوف سي كرفاس بالويوي دوك بالويوا كيف كيف، انا عندي الباك تاعي السين والعين الاكس والايكغ، عاد ما نعاودش الباك هنايا. انت يا شوف جيبوا العام هذا تعاود العام هذا وتزيد تعاود العام الاخر، انت ندير فيك سكاره اللي ما حملتكش انا، انا راني شرشيلك انت يا فهمتني، تعفط منها انا ما نحتاجكش ما بغيتكش انت يا دوك. اي بداو دوك نحسب حتى ثلاثه، واحد زوج ثلاثة، ابدا. ريح كيما راك، راني نشوفك قلت لك عندي عيني هنا. دوك تليفوني وي يا كرفاص، انا على البليس. تليفوني انا على البليس خويا، انا على حبوك حبوك اروح وزاره التربيه ويا ارواح وحكمت وحدي كوبي يا. جيبوا ابعثوا لي واحد الله يرحم شي بالي صاير حبوك يا كرفاص. علاه يا خويا علاه؟ دحمان قالوا لي حكموا واحد في سطح كوبي، ما تقوليش انت اوليدي ماشي مليح الكوبياج، جامي تكوبي في حياتك أبار في الطابلية الاجتماعية، طابلية الاجتماعية مالش وعدم مالا شكون؟ محليتو ما تقوليش انت غشيت. عيب عليك إيمي، أنا إنسان سيريو وسنسيبل. شكون أنا عرفتني؟ في الحقيقة أنا شايفك بس والله ماني عاقل. أنا عبد اللطيف بابا أحمد، قول بابا. بسم الله بابا. واش عملت واش درت؟ والله ما درت والو، والله ما درت والو. عاقل درت بابا درت، قول بابا وقول لي واش درت، ما تخافش ما تخافش، واحد ما يتوشي. قول لي قول لي. اي 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 تبغي صح؟ تخاف غير غش. غشيت وتضحك. نوض تقدرت. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في حصة جورنال القسطو دو دوزيام سيزون. اليوم رانا صايمين يومين من رمضان، إذا صحة رمضانكم وصحة أفطركم. كما شفتوا معنا من قبل سي باندي مسكين كان غش في الامتحانات تاع الباكالوريا، والسي كرفاس بيعوا، وبعث لنا مسؤول كبير من وزارة التربية والتعليم، راه معنا في السطح شخصيا السيد عبد اللطيف بابا أحمد وزير التربية والتعليم. مرحبا بك، صحة أفطرك. قول تربية بلا تعليم ولا تعليم بلا تربية؟ ولا لا تربية لا تعليم. لا سيد الوزير، القرار اللي اتخذته انت يعني كي قلت باللي اللي غش يتعاقب، احنا رانا موافقينك، ولكن بالك كاين بزاف ناس راحوا في الغلطة مساكن. قرار لا رجعة فيه، اللي غلط يتعاقب، وهذو اللي شايف باللي رانا ظلمناهم رانا عطينا لهم فرصة أخرى باش يجدوا الملفات نتاعهم ويعاودوا. قول لي وليدي انت راك باين ناس ملاح، غشيت؟ لا لا سيد الوزير غشيت باين. لا لا والله ما غشيت سيد الوزير، جيت برك انايا اولياء التلاميذ برك هذا ما كان. حبيت نسقسيك، رئيس الحكومه عبد الملك سلال شد في القرار تاعو، راه يقول لهم باللي نسمح لهم وانت ما راكش حاب تسمح، واذا السيد الوزير قرر باش يسمح لهم انت واش دير؟ تشد في الرجله تاعك ولا تدخل في الصف؟ هذا قرار لا رجعت فيه، البكالوريا هذا العام لن تكون سياسيه. صافي كانت سياسيه سيد الوزير، سي بور سا بوزيد كان الاحصائيات تاع النجاح قبل الباك. بكري 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 كان يا مكان في العصر والاوان كان هناك وزيرا شريرا واسمه بن بوزيد. بن بوزيد كان يحب يزيد النقاط ويزيد ويزيد في الزمن السعيد حتى يزيد في المسؤوليه والكرسي ويزيد، قعد اكثر من 70 سنه. ما تخلطش ما تزيدش عليها، قعد 20 سنه ما تزيدش برك. المهم ما يهمناش ما يهمناش، قعد 20 سنة في المسؤولية وخرب المنظومة التربوية، وكان يسرق الأطفال الصغار، حتى ظهر من بعيد في الزمن العجيب ظهر له وزير واحد آخر واسمه لطيف، عبد اللطيف. يا لطيف وكان لطيف لطيف لطيف. برك ما تخرط علينا، قالوا لطسيد قتلوا بالكف، تخرط على اللي يجي يخرط علينا. انتم منظومة واحدة تربوية ما تفهمتوش عليها 50 سنة مازال ما تفهمتوش. وانا دروك كي نديروها اش غادي ديروا؟ دخلوا لي الحبس ولا انا خاطيني؟
اسمحوا لي. ما نسمحولكش، هذاك في زمن نتاع بوزيد. أبا تبغي صح؟ تحيا ببوزيد. مالها بوزيد؟ أخا دندن وأنا عود. بحليتو اسمع، هذا على راه يشوف فيا هكا. شوف فيك إيه، نخزر فيك. واش حبيت ندير أنا؟ راكي في السطح تاعي، واش بيك؟ إيمي أروحي تشوف هنا، أروحي. شوف يا كرفاس بن ويوي. بن ويوي كيف كيف؟ احترم نفسك واسمك، احترم نفسك. خلينا نكملوا. أخبار الخارج مع الأنسة المخطوبة إيمي. مرحبا بكم، معي أنا إيمي في فقرة جورنان الخارج في الأخبار الدولية اليوم، ودائما مع مصر، حيث يتبرع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ب5 ملايير دولار لصالح الجيش المصري ضد الإخوان المسلمين. تعرفي عليها إيمي يطلهم درهم باش خافي للإخوان المسلمين تاع السعودية يدوروا عليه ويديروا بما يسمى الربيع العربي، جماعة سلمان العودة وهذوك. وكان كومبليس أيضا في التبرع جماعة الإمارات العربية، حيث تبرعت ب2 مليار دولار هكا باش يذكروا في الإخوان المسلمين. جورنان القسطو بعت المراسل تاعو دحمان إلى السعودية، حيث قابل الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وتقولي لي ما تخزرش فيها، هذا فهد عبد العزيز هذا مقبلها عيط لي في التليفون. تعرفوا واش بيك؟ هاكا ما تخرط علي، انت من الصباح فمك كل بولب هنايا تعرف. خلاص تعرفوا. أعزائي المشاهدين، تابعوا معي هذا الفيتير. إيمي روحي للدار، روحي تشوفي إيمي. وين تروحي نشوفك؟ في الدار نشوفك، في البتية نشوفك، مور الصور نشوفك، أنا شايفك شايفك. شوف كرفاس بن ويوي. بن ويوا. اسمعي راني في الرياض واحد روبيونس، عطوني فوتي قعدت مع السلطان تاعهم، وليت فاميليا. أهلا وسهلا بكم هنا مباشرة معنا سمو ملك العربية السعودية، إنه عبد الله بن عبد العزيز سمو الملك. صالي صحي عبد الله. أهلا بك يا ابني، أهلا بك. حبيت نسقسيك أول سؤال، يعني كيفاش أنت عطيت 5 ملايير للجيش المصري اللي طياح بمحمد مرسي؟ احنا في الحقيقة ما نبغي المتطرفين من الاخوان المسلمين، احنا نبغي الوهابيين. ايوه وهابيين. صافي تفد بلي انت تحب محمد عبد الوهاب فقتلك. ايوه ابغي محمد عبد الوهاب وام كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ وغيرهم. يعني انت يا تويس انارتيست ستارف بيك، تحب لي زارتيست. نحكي لك اونطار نكوبو لي كاميرا ليجن، عندنا واحد المتطرف في السطح وسمو ابو عبيده، زعما يدي روحو زعما، حبينا نخرجوه تعطينا هكذا 10 مليار يا فات بروبليم. راني حعمل اتصال مع الكرفاز بن ويوي بن ويوا، ولكن على شرط. ايه انك تبوس خشمي. ايوا تبوس خشمي. انا نبوس خشمك، نبوس خشمك. هيا طار، هيا طار السلطان تاع الخشمايه. هيا سبو، هيا سب. انت ما تبوس خشمي وانا ما مدك الفلوس. السلام عليكم. مد معايا الطير. هيا نبوس خشمو. هذا ما خصنيه تحمل. شو هيا عرف كرفات بن ويوي وقال لي لا تبوس خشمي. ايوا ما بوسش خشمه. ما نبوس ما والو انايا بلد. انت ما بوسيا لو كان بس لا خشمه ولو كان ما بغيتك وعيط لي انا، والله نبوس عليه، والله نبوس عليه. شوفي الكبوسه هذو لي فوسطا الارض تاع البومبا تاع كرشك سي لا ديرني فوا. انا نروح لوبيتال الدار، لوبيتال الدار سي بو عيط. وانا وين على بالي ما راحش نولد، حكمني ستر قلت لك. نورما متعرفي تعرف يقول لك حاجه، يقول لك راني جاي باث لك بريه يدير لك بيب. شوف قلت لك شحال من خطره عندي طفله ويسمها يسرى اشواق، ما عنديش تليفون. شوفي اون بليس ما تقوليش ميم با ايما ورديه، نهار ولدتني بابا خرج صباح ولا على 10 صابها ولدت غسلت وخرجت الحمار. دحمان هذيك يماك ورديه، انا يسموني كبسوله. يا كبسوله دخلي في الموضوع. هيا السبور مع كبسوله الحامل. هيا الفيفا تاع المالي اللي داروا فينا شونطاج وخرجوا تعلينا هضره وقالوا باللي حنا تزيريين رانا نشرو في لي ماتش، هذه ماشي كاع هضره. ولحقوا تاني المصريين، هما راهم في حالتهم حاله، وهما واش قالوا لهم؟ ايا ديروا لنا مقابله وديه. هادو ما مهابل، هادو حبوا يهبلونا يا بحليطو. شوف ابو حاسك هادو تاع المالي واعرين ديج راهم الكر مع فرنسا ومشاكل بومباردمون، حبوا يديروا لنا المشاكل حنايا. دحمان اك تعلم اليسرى بوليتيك من درك. محرزقي يسرى سميتي، مبروك عليك دحمانه. ماشي بوصره ماشي موصره، محرزقي.
الاحوال الجويه مع قاضي باندي ولا كما يحب يسمي روحو ابو عبيده، هذا الخطره خرج للشارع وجاب لنا هذا التقرير. اذا شوفوا معنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اهلا بكم سيداتي وسادتي، معكم قاضي باندي ابو عبيده. اسمح لي يا ربي، ابو عبيده في الاحوال الجويه والاجتماعيه. اليوم ثاني جور من رمضان، قلت نروح نشوف الناس كري عايشه. معايا اخي العزيز مواطن جزائري. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيت خويا، قلنا كي راك تفوت رمضان. انا في رمضان نضر نشري، نخدم نشري نضر نشري في رمضان. انا لا في رمضان نحجر ونشريها. هذه لا يجوز يا اخي. ها انت تعرف تشري، ما تفرش تلفزيون، ما ترقد، ما تنوض، ما تلعب بوله، ما دير والو. في رمضان كي نفطر ندير قالو ونشرب القهوه ونلعب دومينو. انا في رمضان نلعب دومينو، نلعب دومينو لاص بلا دبل سيس القبله اخبل 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 يجيب رغانه القبله ذم ذم. يا ربي اسمح لي يا ربي، هذا مقفول عليه دنيا واخره. اسمح له اسمح له يا ربي اسمح له مسكين. تما يا اخي درجه الحراره راهي عاليه، درجه الحراره راهي عاليه، سحب كثيفه من الناس الجميلات الشيرات العاقلات بشلابات. روح كاش ما تنافيكي بالك تحكم لك مع وحده. يا ربي اسمح لي. لا لا كاينه اللي تقبل بيا. راك حق روحك انت، حاجه كبيره والله، لا حاجه كبيره. سيداتي وسادتي، اما المعلومات الفلكيه والاجتماعيه نقول لك حاجه صاحبي، انت عندك وشك ما عندك وين تروح بيه، غير تلعب دومينو. يا ربي اسمع لي. الاخبار الثقافيه مع حدا القلميه. اسمع انت، شكون اللي قال لك اعرض في بلاصتي؟ انا قلت لك جيب لي الفنانين. ها شوف السينويوا ولا سيكرفاس ولا بركاس، ما تدخلش خلاص في الثقافه، سمعت ولا لا؟ والله يا حدا والله غير نقدرك ونبغيك انا بصح. اوكي قد قدرني لاصق فيا هنا. ايا معليش نستقبلوا الضيف تاعي، انا ما قلت لك جيب لي مناعي، عندي الضيف تاعي بصح ماليه شيا وش دور واحد. امس الخير، صحه فطوركم صحه شريبتكم. اليوم الصح تاعنا ديما زاهي، وكيما عودتكم معايا اليوم فنان كبير من الجنوب، ولد النخله ولد العرجون، جد جدي الفنان عبد الله مناعي. يا والله يا غنيه ما نحسبك خوان، يا تفضل. مرحبا بك في السطح المتواضع نتاعنا. اهلا بك يا عيشه. واش راك لاباس؟ بخير بخير الحمد لله. مازالك تغني؟ لا نبيع الصوف. نورمالمون مازلتش نغني، مازلتش نغني، والفن تاعي مازالو كبير. الله شو ما نسيتوني. ما نسيناكش. والله نسيتوني. ما نسيناكش، هم جابوك. يا هذا الجيل. لا 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 ما نسينا، انت اللي ما راكش تبان، وكي تبان راك تغني في غنايه واحده وتعاود فيها. هذا تراث، هذا التراث نتاعنا، نتاع البلاد نتاعنا، وما نسمحوش فيه. صنتي تفضل. يا بنيتي العرجون ردي عليا، ردي يا بنيتي العرجون ردي ردي، يا كملة الزين يا تونسية يا تونسية يا يا يا. هذا هو اللي جبتو، صوفية قلبها تونسية. نسيت الصوفية وقلت لي تونسية، عليها راك تسهر بزاف وتغني في تونس، وقيلا يخلصوك مليح. التوانسة تهلاو فينا، حطونا فوق روسهم، وفي الجزائر كاش حد شي حد شي، حتى حنا نشتيوك ونقدروك ومرحبا بك معنا. بصح كون تغير شوية في هاد التراث وتدخل عليه شوية هيب هوب بريك دانس راب. لا 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 لا, لا أبدا، لا هيب هوب لا قريب دانس، أنا وفي الغيطة الزمارة. الغيطة. أنا شكرا. بلبل الجنوب. الله يبارك. بلبل فركاس. مزيه درت حسابي. هاي روح ترقد. والآن نستضيف ضيفي واللي هو بلبل أضرار عبد الكريم. يا الحبيب قولي جو طام، قولي جو طام، يا الحبيب قولي نبغيك، يا الحبيب قولي نبغيك. طن 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 طن. كان معنا عبد الكريم من أضرار اللي كانت زيارته خفيفة. الله يرحم الرجال اللي راح يحكموا البلاد. طن 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 طن